بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذه المحاضرة عن إعصار النار. في هذا البحث العلمي نستعرض آخر الدراسات العلمية 2013 حول إعصار النار وكيف جاء الوصف القرآني مطابقا للحقيقة العلمية. في هذا البحث العلمي نتأمل الاكتشاف الجديد الذي أسماه العلماء إعصار النار، كيف جاء الوصف القرآني مطابقا للحقيقة العلمية. وإن العلماء يعترفون بأن هذا النوع من الأعاصير لم يكن معروفا حتى قبل سنوات قليلة، ولكن في القرن الحادي والعشرين وتحديدا في أواخر عام 2013 تمكن العلماء باستخدام الأقمار الصناعية والرادار ومختبرات الأبحاث من تصوير وتحليل ودراسة هذا النوع من الأعاصير النادرة الحدود. تبين بالفعل أن التعبير القرآني إعصار في نار، إعصار فيه نار، أكثر دقة من المصطلح العلمي إعصار النار. سوف نتناول تركيب إعصار النار من الناحية الفيزيائية كما كشفه العلماء. حديثا نثبت دقة التعبير القرآني، حيث عبر القرآن عن هذا الإعصار بقوله تبارك وتعالى إعصارا فيه نار، ولم يقل مثلا إعصار له نار أو إعصار من نار، أي أن التعبير القرآني يتفق مع الحقيقة العلمية. كما يتناول البحث حقيقة علمية عرضت للمرة الأولى في أواخر عام 2013، حيث صرح العلماء بأن هذا النوع من العصير لم يكن معروفا من قبل، وأول توثيق علمي له كان عام 2003، ولم تتضح الرؤية أمام العلماء إلا في عام 2013، حيث استخدم العلماء التكنولوجيا الحديثة لدراسة هذه الظاهرة المرعبة. هذا البحث يثبت بالدليل العلمي أن أول إشارة علمية لظاهرة إعصار النار جاءت في القرن السابع الميلادي في كتاب الله تبارك وتعالى، أي قبل 14 قرنا من توثيق العلماء لهذه الأعصار. هذا يثبت السبق العلمي في القرآن الكريم في هذا المجال. منذ أكثر من 20 عام وأنا أبحث عن إعصار النار الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، ولكن من دون فائدة، لأن جميع الأبحاث العلمية لم تتحدث عنه ولم يشاهد أحد من قبل. فالإعصار غالبا ما يحدث في بيئة باردة نسبيا، ويتوافق مع العواصف الرعدية والأمطار والرياح الشديدة، ولا مكان في هذه البيئة للنار. ولكن قبل 3 سنوات وتحديدا في عام 2010 رأى العالم إعصارا من النوع من نوع قريب يضرب غابات البرازيل، ولكن لم يكن المشهد ملفتا للانتباه كثيرا، حتى جاء إعصار استراليا عام 2012 ليحرق أحد الغابات ويسبب خسائر بالملايين الدولارات، حيث تم تصويره وتحليله ودراسته من قبل العلماء. وأظهر شريط الفيديو قوة الإعصار الحارقة، حيث التهم مساحة كبيرة من الأشجار خلال زمن قصير جدا. لقد لفت الانتباه هذا النوع من العصير انتباه العلماء حديثا بسبب قوته التدميرية وتكرار حدوثه
في العديد من مناطق القابات في استراليا وأمريكا. لذلك قام العلماء حديثا بدراسته وتحليله لمعرفة أسباب هذه الأعاصير لتجنب حدوثها. والعجيب أن نتائج هذه الدراسات جاءت مطابقة للنص القرآني. سوف نقوم من خلال فقرات هذه البحوث بدراسة قوله تبارك وتعالى. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأصابها إعصارا فيه نار فاحترقت. هذه الدراسة دراسة علمية دقيقة، ونكتشف الكثير من المعجزات تتجلى في كل كلمة لتشهد على صدق هذا القرآن، وأنه لا يمكن لبشر أن يتنبأ بمثل هذا النوع من الأعاصير في زمن في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لأحد أن يتنبأ في هذه الأعاصير أو يسوي دراسة دقيقة لهذا الإعصار النادر. تؤكد الدراسات العلمية أن أشد أنواع الأعاصير إحراقا للقابات وسرعها وأعنفها أيضا هو إعصار النار. والمثال الذي ضربه الله لنا في سورة البقرة يناسب هذا النوع من الأعاصير على سرعة وشدة الاحتراق الجنة أي البستان. وأن إعصار النار هو الإعصار الوحيد الذي يحرق كل شيء فلا يترك من البستان أي شيء يذكر، على عكس بقية الأعاصير التي تحدث أضرار وتلاف للقابات أقل مما يحدث في إعصار النار. والنتيجة يتبين أن هذه الآية الكريمة تحتوي العديد من المعجزات العلمية، سوف نتناولها بالتفصيل مع أقوال العلماء حديثا ووجه الإعجاز والسبق القرآني في مجال علم الأعاصير. هذه المعجزات تأتي اليوم لتشهد على صدق كتاب الله تبارك وتعالى. نذهب إلى تفسير الآية. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار لها فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه سورة البقرة آية 266. يقول الإمام ابن كثير في قوله تبارك وتعالى: وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار، وهو الرياح الشديد. كلمة قوله تبارك وتعالى في نار فاحترقت، فيها نار فاحترقت أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها، فأي حال يكون حالها. وفي تفسير القرطبي نجد قوله في قول تبارك وتعالى: فأصابها إعصارا فيه نار فاحترقت. قال الحسن: إعصار في نار أي ريح فيها برد شديد، برد شديد الزجاج. والإعصار في اللغة الرياح الشديدة التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود، وهي التي يقال لها الزوبعة، وقيل لها إعصار لأنها تلتف كالثوب إذا عصر. أيضا في تفسير الإمام الطبري في قوله تبارك وتعالى: فأصابها إعصارا فيه نار فاحترقت، يعني بذلك أن جنته تلك احترقت أحراقها بالريح التي فيها نار. أيضا تأملوا معي هذه الصورة البيانية الرائعة المكتملة الأركان
التي وضعها الله في آية واحدة. الجنة من أفضل أنواع البساتين طبعا، حيث تحوي الأشجار المثمرة والأنهار تتدفق فيها، وأيضا الينابيع من تحتها. فهذه صورة كاملة لمزرعة تحوي كل شيء يحتاجه الإنسان حتى يعيش حياة الرفاهية. وضرب الله لنا المثل مثل هذا القول في القرآن الكريم برجل كبير السن في قوله وأصابه الكبر، فليس لديه أمل في أن يعيش ليزرع جنة أخرى، فهي تحتاج لسنوات. بنفس الوقت عندها أطفال صغار، والدليل قوله تبارك وتعالى وله ذرية ضعفاء، فليس لديهم القوة الكافية لإنشاء بستان جديد كما فعل أباهم من قبل خلال فترة شبابه. والحدث الذي فاجأ الأب هو إعصار فيه نار، فهو إعصار غير مألوف غير متوقع، أحرق كل شيء في المزرعة، فلم يعد هناك أي أمل في المستقبل سوى الخوف على الأطفال الصغار. هنا تمتزج عاطفة الأبوة مع ألم فقدان الجنة، فتشكل لنا حالة نفسية فريدة. ولذلك أعطانا القرآن صورة مرعبة لهذه الخاتمة لكي نسارع وننفق في سبيل الله. وهذا الأسلوب النفسي مؤثر جدا، حيث يقول علماء النفس اليوم أن عرض الصور المخيفة والنتائج المرعبة لشيء ما يحرض في نفس الإنسان مؤثرات تجعله يبتعد عن هذا العمل. وهذه الآية تصور لنا النتيجة المرعبة للبخل وعدم التصدق والإنفاق. ولكن هذه الصورة البيانية الرائعة تخفي وراءها صورة علمية مبهرة أيضا لم يراها العلماء إلا حديثا جدا. فقد رأى العلماء إعصار النار وصوروه ودرسوه دراسة دقيقة، قد أظهرت نتائج الدراسات العلمية التطابق الكامل بين الوصف القرآني وبين الحقيقة العلمية. السؤال، ما هو الإعصار وكيف يتشكل؟ درس العلماء ظاهرة العصير لفترة طويلة، واستخدموا حديثا الأقمار الصناعية، وأجهزة قياس متطورة لقياس سرعة الرياح وتوزع درجات الحرارة عبر الغلاف الجوي ونسبة الرطوبة والضغط الجوي وارتفاع الغيوم. حتى الآن لا يزال العلماء عاجزون عن التنبؤ بحدوث الأعاصير، ولا يمكن تجنب أضرارها التدميرية. فهذه الصورة صورة إعصار عادي يتشكل نتيجة حدوث عاصفة رعدية ورياح شديدة، حيث تتلف الرياح على شكل كبير من المباني، تتلفها بالكامل وتدمرها. يقول العلماء أن الإعصار يتشكل بسبب عاصفة رعدية كبيرة، بحيث يصعد الهواء الدافئ إلى الأعلى بشدة وبشكل كبير، وأيضا في هذا الضغط المرتفع يشكل دوامة ويلتف بسبب سرعة الرياح التي يجب أن تكون أكثر من 119 كيلو متر في الساعة. وبسبب الحركة المضطربة للرياح يتشكل الإعصار على مراحل متعددة، هناك خمس مجالات للعواصف حسب سرعة الرياح. أول مرحلة وهي مرحلة سرعة الرياح وهي 119 يساوي 153 كيلو متر في الساعة. الجانب الثاني سرعة الرياح 154 يساوي 177 كيلومتر في الساعة.
أيضا سرعة الرياح 178 يساوي 219 كيلومتر في الساعة. أيضا سرعة الرياح 210 يساوي 249 كيلومتر في الساعة. سرعة الرياح تتجاوز أكثر من 259 في الساعة. ولذلك حسب وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، حيث أكد العلماء أنهم لا يعرفون بالضبط لماذا أو كيف يتكون الإعصار، ولكنهم يعلمون بأن الرياح الدافئة تأتي من المحيطات والبحار الدافئة وتندفع باتجاه اليابسة، وبسبب اختلاف درجة الحرارة تنشأ الدوامات التي تتطور وتشكل إعصارا يمكن أن يتوافق مع الأمطار أحيانا. أيضا هذه الصورة صورة لإعصار ينتج في ظروف العاصفة الرعدية، حيث تكون سرعة الرياح مناسبة لتشكل دوامة عملاقة قد يتوافق مع زخات من المطر والبرد وضربات من البرق. أيضا راح نتكلم أيضا عن الآلية الهندسية لتشكل إعصار النار. الذي يميز إعصار النار عن غيره وجود النار بداخله، مما يضاعف قوته التدميرية، حيث يتميز هذا الإعصار بقدرته على إتلاف المحاصيل والممتلكات، بالإضافة لإحراق القابات والبيوت بسرعة كبيرة. وعلى الرغم من تكرار حدوث هذا الإعصار في السنوات القليلة الماضية، إلا أنه لم تتم دراسة كافية أو معرفة الأسباب الحقيقية لنشوئه. ولكن يربط العلماء هذا الإعصار بوجود حرائق غابات واقتراب أعصار منها، مما يؤدي إلى تشكل نواة من اللهب تدور بحركة أفقية وحركة عمودية أيضا إلى الأعلى. فإن الإعصار النار يحدث عندما ترتفع درجة الحرارة ويكون لدينا دوامات هوائية مضطربة، ويتكون الإعصار النار من جزء أساسي من النواة النارية وجزء غير مرئي هو الدوامة الهوائية المحيطة بالنواة، مهتمة بتغذية المركز بالأكسجين. أيضا يحدث إعصار النار مرة واحدة في السنة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ قدر نواة إعصار النار النموذجي أقل من متر وطوله بحدود تقريبا 30 متر. في حالة الأعاصير القوية يبلغ قطر النار أكثر من 10 أمتار ويمتد لأكثر من 300 متر عالية في الجو. تركيب إعصار النار، لقد نال إعصار النار اهتمام علميا خلال السنوات القليلة الماضية بسبب استخدام التكنولوجيا المتطورة في دراسته، والتي تشمل على أجهزة القياس المحمولة عبر الهواء التي تعمل مثل أقمار اصطناعية لجميع البيانات في الكوكب ضمن مجال الأشعة المرئية والأشعة تحت الحمراء. الصور الملتقطة من قبل الأقمار الاصطناعية شكل أساسي في الاكتشاف هذا الأعاصير. الصورة الملتقطة بواسطة رادارات المراقبة أيضا، الصور الفيديوهات الملتقطة من قبل هواة التصوير. لقد وجد العلماء أن إعصار النار يتركب من جزئين،
الجزء الأول هو إعصار عادي يتشكل بسبب ظروف جوية مناسبة من درجة حرارة وسرعة الرياح وغير ذلك من الأمور. أيضا اثنين، اشتعال للنار بسبب ارتفاع درجة الحرارة والاحتكاك، حيث تدخل النيران المشتعلة في القابة إلى القلب الإعصار وتشكل نواة الإعصار، ثم تلتف وتدور وترتفع إلى الأعلى. أما الرياح فتشكل دوامة تدور مع حركة الإعصار، ولذلك فإن النار ليست من أساس الإعصار، إنما دخلت فيه بسبب الحرارة الزائدة. كان ينبقي على العلماء أن يطلقوا اسم إعصار فيه نار بدل من إعصار النار، حيث توحي هذه التسمية بأن الإعصار يتشكل بسبب النار، ولكن الحقيقة أن الإعصار تدخل فيه النار بسبب قوة الجاذبية، والله أعلم، والدوامات الهوائية على النار. هذه الصورة مخطط إعصار النار، حيث يظهر لنا على شكل دوامات هوائية عنيفة تجذب الغبار من الأرض، وأثناء دوران الدوامات الكبيرة داخله تعمل على تدمير الأشياء التي تقترب منها من بيوت وقبات وأشجار وغيرها. أول تسجيل للإعصار النار يؤكد العلماء أن أول مرة تمكنوا من مشاهدة إعصار النار في عام 2003، ولذلك في مقالة قال باحث من الباحثين لم يتمكنوا من توثيق مثل هذا النوع من الإعاصير إلا في عام 2003، أي قبل 10 سنوات فقط. ويقول الباحثون أن في عام 1923 ضرب زلزال منطقة اليابان وتشكل إعصار من نار ارتفع لمئات الأمتار، ولكن لم يتم ملاحظته أو توثيقه علميا. هذه الصورة صورة كتوثيق علمي التقطت بتاريخ 2003 لإعصار النار. هذه الصورة تعتبر أول ملاحظة علمية لهذا النوع من الإعاصير. هذا يعني أن الظاهرات الجديدة على العلماء لم يتم توثيقها إلا في القرن 21. أن إعصار النار يختلف اختلافا جذريا عن الحرائق العادية التي تشكل دوامات بسبب حركة الهواء، يؤكد الباحثون في موقع ABC أن سرعة الرياح أفقيا حول هذا الإعصار بلغت 250 كيلومتر في الساعة. هناك رياح عمودية سرعتها 150 كيلومتر في الساعة. يقول كثير من الباحثين أن إعصار النار يشبه الإعصار العادي المتولد نتيجة العواصف الرعدية، ولكن مع وجود النار التي تنشأ بسبب حرارة سطح الأرض. طبعا هذه الظاهرة ظاهرة نادرة الحدوث، إن ظاهرة الإعصار النار تعتبر من الظواهر النادرة التي يمكن للإنسان أن يراها بسبب تعقيد ظروف حدوثها. هذا النوع من الإعاصير يطلب وجود حرائق تجتاح القابات وظروف جفاف مناسبة وظروف جوية مناسبة أيضا لحدوث العواصف الرعدية، وتشكل الإعصار الذي يقترب من النار فيتشكل عمود النار أو لسان اللهب الذي يرتفع لمئات الأمتار في الجو. يستمر إعصار النار لمدة 40 دقيقة فقط أو أكثر بقليل،
المدة التي رفضها العلماء طبعا وهي كافية لتدمير آلاف الأمتار المربعة من الأراضي وإتلافها بشكل كامل. الآن دعونا نتأمل بعض الصور التي التقطت لمناطق ضربها أعصار النار. هذه الصورة صورة أعصار النار يضرب منطقة مرتفعة في أستراليا. يؤكد العلماء أن هذا النوع من الأعاصير يصيب المناطق المرتفعة ذات الأشجار الكثيفة. نذهب إلى الصورة الثانية. هذه الصورة الثانية أعصار النار الذي ضرب منطقة كاليفورنيا مليئة بالأشجار ومرتفعة عن الأرض. يقول باحث من الباحثين من مركز أن هذه الظاهرة نادرة ولكنها مذهلة وتحدث نتيجة وجود دوامات هواء قوية غالبا ما تحدث في التلال أو المناطق المرتفعة ذات الأشجار الكثيفة حيث تكون دوامات الهواء أقوى. أيضا هذه الصورة مشهد لمنطقة في أستراليا مرتفعة كثيفة الأشجار أصابها إعصار النار فاحترقت كلها. قد أخذت هذه الصورة قبل الحريق بيوم وبعد الحريق مباشرة. تأملوا الدمار الكبير وكيف تغير المشهد كليا. مثل ما تلاحظون مليئة بالأشجار والنباتات والحياة والحيوانات، ولكن في منتصف 2013 ونتيجة ارتفاع الحرارة ووجود دوامات هواء تشكل عندنا أعصار النار الذي التهم معظم هذه النباتات. مشهد بعد الحريق مباشرة في الليلة التالية، صراحة ما نقول إلا سبحان الله. طبعا كل شيء تغير وصار رماد مثل ما تلاحظون، وللحين موجود بعض الحرائق الصغيرة. أعصار النار خارج الأرض، راح نتكلم عن أعصار النار خارج الأرض. في عام 2011 التقط العلماء في وكالة ناسا صورة لإعصار هائل جدا حدث على سطح الشمس. يقول العلماء أن هذه الإعصار أن هذا الإعصار يقذف النار بسرعة 100,000 كيلومتر في الساعة وتمتد ألسنة اللهب لأكثر من 200,000 كيلومتر. صراحة ما نقول إلا سبحان الله، كبيرة جدا مثل ما تلاحظون في الصورة. صار نار هائل يمتد لأكثر من 200,000 كيلومتر. مثل ما تلاحظون حجم الأرض الحقيقي أمام الشمس، هذه الشمس صراحة هذا أضخم صار شمسي. وفاجأ العلماء التقطت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بتاريخ 2011 شهر 9 يوم 25 تسجيلا مصورا طبعا بالفيديو الأكبر إعصار النار تشكل على سطح الشمس. طبعا أوجه متعددة للإعجاز في الآية راح نتكلم عنها. إن إعصار النار لديه القدرة على إحراق بستان كبير أو جنة طولها 5 كيلومترات خلال 10 دقائق فقط، حيث بينت الدراسات أن هذا النوع من الأعاصير يسير بسرعة تبلغ أكثر من 30 كيلومتر في الساعة. لذلك استخدم القرآن حرفين وهما
في الوسط احراق الجنة اي البستان، حيث ان حرف الفاء يستخدم في اللغة للتعبير عن السرعة والمباقتة. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأصابها إعصارا فيه نار فاحترقت. الفاء الأولى في كلمة فأصابها والفاء الثانية في كلمة فاحترقت دلالات على سرعة هذا ما هذا الإعصار. هذا ما يحدث بالضبط في حالة إعصار النار، حيث يتشكل هذا الإعصار بشكل مفاجئ ويحرق الأشجار والبيوت بسرعة كبيرة. هكذا فإن استخدام حرف الفاء يدل على سرعة الاحتراق، وبالفعل تبينت تسجيلات العلماء هذا الأمر بوضوح، حيث نلاحظ من تصوير الفيديو السرعة الكبيرة التي تحترق فيها الغابات بعكس الحرائق العادية التي تستغرق زمنا طويلا. بينما في قوله تبارك وتعالى وأصابها الكبر استخدم حرف الواو الذي يدل على التراخي، لأن الكبر لا يصيب الإنسان فجأة بل خلال سنوات. صراحة ما نقول على هالكلام إلا سبحان الله. أيضا أن العلماء يؤكدون أن ظاهرة إعصار النار ظاهرة نادرة جدا وغير مألوفة، ولم يتم توثيقها إلا في القرن 21. يقول العلماء أن إعصار النار لم يلاحظ أحد من قبل بسبب خطورته، عدم التمييز بينه وبين الحرائق العادية للغابات. مع التطور العلمي وسهولة التصوير والتوثيق، تمكن الإنسان من توثيق هذه الظاهرة لأول مرة عام 2003، ودرستها كثير من المنظمات العلمية بشكل مفصل عام 2013. ولذلك فإن أول إشارة علمية أو أول توثيق علمي لظاهرة إعصار النار جاء في القرن 7 الميلادي في القرآن الكريم، وأن وجود ذكر إعصار النار في القرآن الكريم هو دليل مادي على إعجاز القرآن. يؤكد العلماء حسب قدرتهم أن لولا تطور التكنولوجيا الرقمية وانتشار وسائل القياس والتصوير الدقيق، ولولا الجفاف الذي يضرب بعض المناطق العالم اليوم وتغير المناخي وارتفاع درجة الحرارة وزيادة حرارة القابات نتيجة لذلك، لم يكن من الممكن اكتشاف إعصار النار. هذا يدل على أنه لا توجد إمكانية لدى أحد بالتنبؤ مثل هذه الأعاصير أو الحديث عنها، فكيف علم النبي الكريم بها لولا أن الله تعالى هو الذي أخبره لتكون هذه الحقيقة شاهدا على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. لقد وصف الله تعالى لنا ذلك البستان الذي أصابه إعصار النار. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: جنة جنة من نخيل وأعناب، أي أن هذا الإعصار أصاب جنة مثمرة. وبالفعل يقول العلماء أن إعصار النار غالبا ما يصيب الغابات ذات الأشجار الكثيفة ولا يقع في الصحراء، وهذا يؤكد دقة التعبير القرآني، أي أن القرآن بذلك قد أخبر عن إعصار النار وحدد لنا مكان عمل هذا الإعصار، وهي الأماكن التي تحتوي على الأشجار، ويثبت العلم هذا الكلام. وأخيرا دعونا نطرح بعض الأسئلة ونتفكر على كل من يشكك بهذا القرآن ويدعي أن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الملحدون يقولون أن القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم. أول خطوة وهو سؤال للملحدين: كيف
على النبي الكريم بمثل هذه الأعاصير في زمن لم يكن أحد على وجه الأرض يعلم شيئا عنها. هذا بالاعتراف العلماء اليوم، كيف استطاع أن يصفه بكلمات قليلة وصفا تطابق الحقيقة العلمية؟ أن النبي الكريم كان يعيش في صحراء، وهذه الأعاصير النادرة لا تحدث إلا في مناطق مرتفعة وكثيفة الأشجار، فكيف تمكن النبي عليه الصلاة والسلام من تصوير مشهد إحراق أعصار النار للبستان وهو لم يشاهد مثل هذا الحدث من قبل ولم يقرأ عنه أو يسمع به؟ أيضا ما الذي يدعو النبي محمد صلى الله عليه وسلم للدخول في مثل هذه المسائل العلمية المعقدة، وماذا ستخدم دعوته في ذلك الوقت؟ كان يكفي أن يذكر احتراق البستان من دون الحاجة لذكر الأعصار. إن الجواب المنطقي والعلمي لهذه التساؤلات أن هذه الآية هي كلام الله الحق الذي أنزل في القرآن. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم أن نحن نزلنا الذكر وأن له لحافظون، سورة الحجر آية 9، والله أعلم.